اهلا بيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. النهارده بقى عامله لكم طبق من ألذ الاطباق اللي ممكن تعملوها في حياتكم، طعمه حلو جدا وطبعا مشبع. عامله لكم ايه؟ عامله لكم الفوتوتشيني او الالفريدو او مكرونه وايت صوص اللي هي بالصوص الابيض، طبعا كلها صحيه ببدايل وحاجات كتير. عايزين بس تعرفوا عملتها ازاي، ادوا لايك بس، ولو اول مره تشوفوني اشتركوا في القناه عشان يوصلكم كل جديد. ويلا بينا على الخطوات والمقادير. المقادير اهي زي ما انتم شايفين، خدوها سكرين شوت كما تعودنا وهندي لايك ويلا بينا على طول. عندي 200 جرام صدور دجاج او 150 جرام على حسب ما انتم عاوزين وعلى حسب سعراتكم. انا متبلها بشويه فلفل اسود وملح، ممكن ما تتبلهاش خالص عادي جدا. مكعب جبنه كيري، طبعا ده اختياري، ممكن ما نستخدموش مفيش اي مشاكل. هو سعراته المكعب الواحد حوالي 51 سعره، فده مش مشكله خالص، بس ده اختياري لو انتم مش عاوزين. وهاخد معلقتين من دقيق الشوفان، اجيب شوفان واطحنه واخد منه معلقتين صغيرين، وبرده معلقتين صغيرين من الجبنه الموتزاريلا الطبيعي، وكوبايه حليب وزيت زيتون ومكرونه. المكرونه بتاعت النهارده دي عباره عن خليط من معجون الطماطم ومطحون السبانخ والسمولينا. ممكن نستخدم اي نوع مكرونه صحي، هناخد منها حوالي 70 جرام بالظبط. اول حاجه هجيب حله ميه، احط نص حله ميه على النار. هجيب الحله زي ما احنا شايفين كده وهنحط فيها ربع معلقه ملح، مش هكتر في الملح، مش هحط زيت طبعا. هاخد زي ما قلت لكم حوالي 70 جرام من المكرونه، اي نوع مكرونه بس يفضل تكون مكرونه صحيه. هاخد منها اللون الاخضر وادي اللون كمان الاحمر، دي بالطماطم الاولانيه بالسبانخ ودي سمولينا عاديه. خلاص كده حلوين قوي تمام، وهسيبها على النار يعني لغايه ما تستوي معايا. هجيب بقى الكاتنج بورد بتاعي وابتدي اقطع عليه الفراخ. هقطعها سميك شويه يعني مكعبات كبيره شويه عشان تبقى باينه في المكرونه، وكمان تحسن بالشبع. العين طبيعي بتحب الحاجه تكون كبيره وكتيره، اوكي، او اقطعها باي طريقه انتوا عاوزينها. بتصع على النار كده، ممكن بزيت او بسمنه على حسب، مش كتير يعني، يمكن معلقه صغيره. هنزل على طول الفراخ، عايزين بقى تزودوا مثلا خضار، عايزين تزودوا فلفل اللي انتوا عاوزينه عشان برضو نعلي من القيمه. ونبتدي نقلب. النار بتكون على العين الصغيره طبعا، بس بتكون عاليه، بتكون عاليه عشان خاطر الفراخ ما تنزلش ميه. طبعا الفراخ احنا شايفين ان هي متقطعه سميك، فانا هعمل ايه؟ فهاخد شويه من الميه بتاعت المكرونه يعني تساعد معايا على سوى شويه، لان زي ما انتوا عارفين الفراخ متقطعه سميك فهتاخد وقت معايا، وانا مش عايزاها تنشف مني، عايزاها تبقى طريه كده وجوسي. فهاخد يعني معلقتين ثلاثه كده من الميه بتاعت المكرونه، تطريها شويه وتخليها تبقى جوسي. وبرده نكمل تشويح. زي ما احنا شايفين كده استوت ما شاء الله، خلاص بقت تمام. اعرف ان هي استوت منين طبعا، غير ان انا بدوقها بحط فيها الشوكه عليها، استوت وبقت تمام معايا. هاخد بقى كل الكميه بتاعت الفراخ، هشيلها في طبق كده على جنب، او الكميه بتاعت الفراخ كلها اهي في نفس الطاسه عشان ما اعملش مواعين كتير. هعمل ايه؟ هاخد يعني معلقه صغيره من زيت الزيتون اهو، طبعا زيت صحي. وهاخد معلقتين صغيرين من دقيق الشوفان، بس يكونوا مليانين اهو بالظبط، معلقتين. حطيت معلقتين الشوفان الصغيرين، شوفان زي ما قلت لكم بجيبه وبطحنه، وبقدر ان انا اعمله دقيق بمنتهى السهوله، او ممكن استخدم دقيق الشوفان على طول. حطيته مكان الفراخ عشان ياخد طعم الفراخ. خلي بالكم الشوفان مش زي الدقيق الابيض بيبقى لونه ابيض كده والكلام ده، لا يعني هو بيبقى مخرس شويه زي ما احنا شايفين. يعني اديله تشويحتين بالظبط، يمكن 30 ثانيه ولا حاجه، وابتدي انزل الحليب عليه. هل هو بيعمل يعني وايت صوص تقيل وحلو؟ اه طبعا بيعمل كويس جدا جدا، وما تكتروش لان هو بيتقل بسرعه جدا حتى عن دي الابيض العادي، لان دي الابيض بياخد وقت، لكن الشوفان مجرد ما بيتحط عليه السوائل بيتقل بسرعه جدا جدا جدا. فهجيب بقى الحليب اللي عندي، كوبايه الحليب هنزل بيها كلها مره واحده، حليب بقى كامل، نص دسم منزوع دسم زي ما انتوا عاوزين. خلاص حطيت الحليب زي ما احنا شايفين، وهنبتدي بقى نقلب بسرعه عشان خاطر ما يخرجش مني او يبتدي يكتل او اي مسمى من المسميات اللي بنسموها.
هقلب بسرعة جدا 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 على قد ما اقدر. طيب انا مش هحط توابل، لا انا عن نفسي مش هحط توابل، لو انتوا عايزين تحطوا حطوا بقى ملح، ملح فلفل اسود، بابريكا، اي حاجة تفضلوها حطوها. انا هكتفي ان الحلقة الطاسة نفسها يعني فيها توابل، فانا مش عايزة ازود توابل، او ان انا مش بحب الحاجة تبقى فيها توابل كتير. فهنا ممكن نزود ملح، نزود فلفل اسود على حسب الطعم الصوص اللي انتوا بتحبوه، فاهمين قصدي؟ فابتدي اقلب بقى كده. معايا النار طبعا بتكون هادية جدا جدا عشان ما يتحرقش مني او يشيط، اوكي، ونقلب كويس جدا على قد ما نقدر. هجيب بقى المكعب بتاع الجبنة الكيري، زي ما قلت لكم ممكن نستغنى عن الخطوة دي عادي جدا، بس انا عايزة تبقى كريمي اكتر. وزي ما قلت لكم ده من سعراتي 51 سعرة، يعني it's not big deal او مش مشكلة خالص، طبعا ما ناخدش منه كل شوية يعني، فاهمين قصدي؟ وننزله كده يسيح بقى مع الوايت صوص او الصوص الابيض الجميل ده، واحدة واحدة كده. وكذلك برضو الموتزاريلا، هننزل بالموتزاريلا كده. اهم حاجة الموتزاريلا يا جماعة تكون طبيعي، ما نسترخش ونجيب نوع رديء، لان بيبقى معمول بزيت نخيل، وطبعا ده ضد الدايت وضد الصحه عامه. على فكره عملت معاكم قبل كده كمان المكرونه بالبشاميل لكل الناس اللي بتحبها، وكانت كمان محسوبه السعرات، شفتوا انا مدلعاكم ازاي؟ كانت حلقه حلوه جدا، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن او صندوق الوصف، تابعوا الحلقه دي فعلا حلوه جدا جدا لكل عشاق المكرونه بالبشاميل. هبتدي اقلب كده بسرعه عشان اتخلص من اي تكتلات موجوده. خلي بالكم هو مش بيبقى تقيل زي البشاميل كده، لا بيبقى خفيف شويه، اوكي. ادوا لايك بقى، يلا عشان نخش على الخطوه اللي بعديها. بس هو كده تمام جاهز معايا. هعمل ايه بالظبط؟ هاخد الفراخ اللي عندي هنزل بيها كده على الصوص، ونبتدي بقى نقلب كل ده مع بعضه. ويلا بينا بقى على الرخامه، هنشوف يعني the last step او الخطوة الاخيرة عشان نستمتع بقى وناكل ونشوف احلى طبق مكرونة في الدنيا. احنا شايفين ادي المكرونة خلاص سلقت معايا وجاهزة وكل حاجة وشكلها لطيف قوي. هنجيب بقى الصوص او الوايت صوص اللي عندي بالفراخ القمر ده، نحطه على المكرونة كده ونقلبه كويس قوي عشان كله ياخد من بعضه. نبتدي نقلب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. سريعة جدا وحلوة. على فكرة احنا ممكن نعملها، نعمل منها كمية ونشيلها في التلاجة عادي جدا، ممكن برضو تتاكل ساقعة عادي، ما فيش اي مشاكل، مش لازم يعني تكون سخنة بقى ولسه نازلة من على النار وكده. خلاص هي كده جاهزة معايا، ابتدي بقى اقدمها. هنجيب بقى طبق التقديم بتاعي الامور ده، وابتدي ان انا انزل فيه المكرونة الفوتوتشيني او بالوايت صوص اي حاجة، نحط كده الكمية المناسبة ليا. انا تعمدت ان انا ازود في الفراخ لان انا بحب الفراخ طبعا اكيد اكتر، واكيد كسعرات هتكون هي افضل من المكرونة نفسها. خلاص انا كده كفاية كفاية الطمع ده. اوكي اهو جميل والله، عجبكم قوي قوي، طعمها جميل وتغيير، وبنكسر الملل بتاع الدايت عشان نعرف نكمل. هنقرب بقى ونشوف احلى تفاصيل مع بعضين، يلا بينا. فعلا انا بحبها جدا جدا، لاحظ ان انا ادوق الابداع ده شكله وطعمه وكل حاجة عاملة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. نقول كده ندوق مع بعضينا. اول حاجة الفراخ زي ما احنا شايفين كده، نقرب اهو، قمر قمر قمر، حلوة جدا جدا جدا. بصوا مستوية من جوه ازاي، شكلها يجنن. طيب بالنسبة للمكرونة بقى، على
على فكره انا حاطه على الوش شويه زيتون وشويه صوص سراتشا، يعني نقطتين ثلاثه كده من نفسي عشان خاطر انا بحبها تبقى سبايسي شويه محرقه يعني. بصوا كده المكرونه معايا، يا جماله يا جماله يا حلاوته قمر. يدوق بقى كده، بسم الله الرحمن الرحيم. كريمي جدا وطعمها تحفه فنيه بجد بجد، لازم تجربوها يا جماعه. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم، سيبوا بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيسبوك والانستغرام والتيك توك، وبحبكم جدا جدا جدا. سلام.